كما دعا سراج جميع القوى إلى وقف القتال على الأرض والعمل على إيصال المساعدات للسكان، مؤكدا أن أي اتفاق بين الأطراف الليبية لن ينجح مع وجود تدخلات خارجية. لقد دعوت خلال اجتماع اليوم بوقف الاقتتال في كافة أنحاء البلاد، وكفانا ما نزف من دماء، وعلى الجميع الالتئام للحوار ووقف التصعيد العسكري في مدينة درنة الذي يهدد حياة وأمن المواطنين، ونأمل أن يتم التوصل إلى صيغة وطريقة لفتح ممرات آمنة وإيصال الخدمات والاحتياجات الأساسية للسكان. لقد أكدت وأؤكد رفضنا للإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله ومسمياته. إننا نرى أن أي اتفاق بين الأطراف الليبية لن ينجح إذا ما تواصل التدخل السلبي في بلادنا من قبل بعض الدول، كما يجب أن يتوحد الموقف تجاه ليبيا إقليميا ودوليا، وأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه من يحاول عرقلة المسار الديمقراطي. نكرر دعوة لكل الأطراف التي حضرت اجتماع اليوم أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه والعمل معا لإنجاحه، متمنيا أن يكون لقاءنا القادم في ليبيا ونحدد مسارنا ومستقبلنا بأنفسنا وفقا لإرادة الشعب.